خلينا نشوف سيف برضه، يعني سيف انت الله اكبر برضه السنه دي. انا بقول لك في عبد الهوا لعبت ايه؟ قلت لي انا ما سبتش حاجه. اه الحمد لله. لا هات لي بقى اللي انت ما سبتوش كله. بص انا الحمد لله، انا اول ما بدات السيزون خالص يعني كنت بادئ بدايه مش موفقه خالص، اول بطولتين بالذات زي خسرت فريده بدري. اه خسرت بدري، اصل احنا لسه طالعين اول سيزون تحت 17 احنا الاثنين. نفس السن شهر احنا قد بعض. احنا شهر 6 احنا الاثنين. الله اكبر. ستة ده بيفنش الموسم لسه طالع. فاحنا لسه كنا لسه طالعين اول سيزون، فالبدايه بقى بتقابل بقى الرانكك بيبقى وحش قوي، فبتقابل طبعا الناس من فوق، فدايما البدايه بتبقى سيئه يعني. فانا في اول بطولتين تقريبا كان رانكي بعيد خالص، كنت رقم مثلا 17 18 حاجه كده. كده بعيد. ده يعتبر بعيد بالنسبه للي بقى ناحيه البريتش اوبن وكده يعني. بالنسبه لسيف بعيد. فكان ثالث بطوله بقى كانت ساعتها منطقه، وكانت بطوله مهمه، كانت خلاص هو البطوله دي يا تكسب. يعني ثالث بطوله الجمهوريه. لا المنطقه كانت ساعتها منطقه. كانت منطقه اسكندريه والقاهره. اسكندريه. كانت ساعتها القاهره بتبقى في الاول. كان ساعتها بالنسبه لي انا لازم عشان توصل فيها حاجه اما خلاص مش هتسافر بقى. فانا البطوله دي قبليها اصلا قبل ما اسافر بالظبط بخمس ايام انا كنت تعبان جدا، وكنت جات لي فتره ما بقدرش اتنفس وما بقدرش اكمل الجيمات. يعني هو حاجه زي بقى كان عندي حاجه مشكله في الحجاب الحاجز كانت بتخليني مش قادر اتنفس. اخد نفسك كويس. فالموضوع ده كان بالنسبه لي صعب قوي، حاولت اتعالج بالظبط في خلال 9 ايام وسافرت. اول ماتش كان بالنسبه لي صعب، وبرده كنت حاسس ان لسه الدنيا مش احسن حاجه. كنت بلعب مع واحد برده من دجله اسمه سيف دهشان، برده كان هو ما شاء الله لعيب حريف قوي، فبينزلك كتير فانت بتحتاج تجري، فالدنيا بتبقى صعبه يعني. فانت بتضغط على نفسك وانت اصلا نفسك خلصان. فاللي هو ايه اول ماتش ده كان صعب. تاني ماتش كنت بلعب رقم 2 على البطوله، وانا طبعا كنت رقم 17 ولا حاجه كده، فكنت خلاص وانا عيان قلت بس خلاص انا البطوله كده خلصت على كده وخلاص هروح. بس خلي بالك ده سبب ان انت نزلت اعصابك ريلاكس. كان بالنسبه لي ماتش خلاص بقى اللي هو ايه انا مكبر دماغي كده خسران، فرايح بلعب. انا كسبت الماتش ده 3-1 ساعتها، والماتش ده انا بعد ما كسبته قلت خلاص هي فرصه جت ومش تتكرر تاني. فاللي هو بقى الفرصه دي الحمد لله البطوله دي وصلت فيها فاينل، هي دي كانت كان في ماتشات في سبورتنج ولا فين؟ كانت في سبورتنج. تمام. ووصلت فاينل. ما بحبش ملاعب سبورتنج دي انا، معلش هو نادي بس ما بحبش الملاعب بتاعت سبورتنج. هي البطوله دي فيها ذكريات فيها وحشه قوي. ماشي. هي البطوله دي كانت السبب اللي انا الحمد لله سافر بريتش اوبن. طيب ورانكك كان كام وانت رايح بريتش؟ كان 3 ساعتها، لان انا بعد ما خلصت البطوله دي خدت فيها تاني، والبطوله اللي بعديها خدت فيها تاني برضه، فكان الرانك بقى اتزق شويه قدام. التالت دي خليتك تافويد شويه ان انت تشوف تلعب حد جامد. لان انا كمان الحمد لله السنه اللي فاتت كنت واخد تاني بريتش اوبن، فكان السيدنج بتاعي هناك عالي شويه. بس طب وصلت بقى فين لغايه البريتش؟ انا وصلت لحد دور الثمانيه. انا كان السيدنج بتاعي 3-4، فكان اكسبكتد يعني ان انا اوصل للسيمي فاينل، بس انا جيت في دور الثمانيه كنت لعب حد من عندنا في مصر هنا برده اسمه احمد نادر، هو ما شاء الله لعيب كويس. انا ساعتها الماتش ده بصراحه ما كنتش بلعب احسن حاجه، وهو الولد كان بصراحه ما شاء الله كان بيلعب كويس قوي. خسرت كام؟ خسرت 3-1 ساعتها يوميا. بس الحمد لله. بس يعني بس ممتاز جدا يعني. رجعت بقى من ساعتها الحمد لله برده لعبنا كذا بطوله في مصر، وكله يعني يعتبر خدت تاني لحد الجمهوريه اخدت فيها اول الحمد لله. حولت بعد البريتش اوبن. يعني انت بتكسبوني هو ده الكلام؟ طب والله انا اوريكم. انا رجعت بقى بصراحه اللي هو ايه يعني السيزون بقى يا قاتل يا مقتول يعني. سيف مين مسك الاعلى؟ علي فرج. علي فرج. علي فرج ثم علي فرج يعني. لعيب جامد جدا. طيب خليني اقول لك انت بتتمرن كام ساعه سيف في اليوم؟ والله وانا عشان واحد الحمد لله يعني في اي جي والتعليم مقصر يعني اي جي. ليه كده يا حبيبي؟ ليه ليه بقى؟ ليه كده يا بابا؟ بحاول نتعلم مع جنب لا ان شاء الله اتعلم طبعا. برافو عليك. فبحاول على قد ما اقدر يعني مثلا ساعتين مثلا سكواش او حاجه، وبرده قدامهم ساعتين فتنس. هو بصراحه يعني هم الساعتين بتوع ساعتين بجد. ساعتين وفتنس اكتر لعيب ملتزم. شهاده. بص شهاده. انا اكتر حاجه بركز فيها الفتره دي يعني زي ما بيقولوا كده كواليتي از اوفر كوانتيتي، فبحاول اركز دايما ان انا الساعتين اللي هتمرنهم يبقوا اكتر ساعتين انا مركز فيهم، بحاول اطلع فيهم كل اللي عندي، لان انا عارف ان الناس المنافسين ليا بيتمرنوا اكتر من كده. فانا بحاول بقى دايما في الساعتين اللي انا بتمرنهم اللي هو ادوس على نفسي اجيب اخري، ودايما انا بصراحه حابب اشكر التيم بتاعي لان هو اللي بيساعدني اعمل الحاجه دي، هو اللي بيساعدني دايما. بتمرن في الاهلي؟ بتمرن في الاهلي. الجزيره والشيخ زايد؟ لا بتمرن في اهلي الجزيره، بس فيتنس هو اللي بره مع كابتن احمد ابراهيم برده حابب اشكره طبعا، هو يعني في اللياقه ما شاء الله يعني. اسمح لي هنيك يا سيف، لان انت ما شاء الله الله اكبر يعني منتاليتي محترمه جدا، ان انت عايز تعلي الجوده بتاع تمرينك عشان تعوض فرق التوقيت اللي هم بيتمرنوا اكتر منك.